وعيد الميلاد في الكنيسة مش يوم واحد. يعني احنا مش بنعيد بعيد الميلاد يوم واحد. اولا احنا ملناش دعوة بالحكاية بتاعت 25 ديسمبر ولا 7 يناير. احنا لا بنعيد 25 ديسمبر ولا بنعيد 7 يناير. احنا بنعيد كام؟ 29 كيهك. احنا اقباط ملتزمين بالكالندر القبطي. الكالندر القبطي عيد الميلاد 29 كيهك. وليه عملنا 29 كيهك؟ لان الاباء الرسل قالوا عيدوا 29 كيهك. طب ليه قالوا عيدوا 29 كيهك؟ لانهم حسبوا 9 شهور من يوم البشارة اللي هو كان 29 برمهات، وقالوا يبقى عيد الميلاد تعيد يوم كام؟ 29 كيهك. فاحنا ملناش دعوة خالص بالقصة الديبيت بتاع 25 ولا 7. احنا بنعيد كام؟ 29. دي اول نقطة. السنة القبطية معمولة ما ينفعش يتلعب فيها. لو حركت حاجة، عارف زي عمود كده تشيله. الفكرة مش 25 ولا 7. النهاردة تامن يوم للميلاد انت عندك عيد، هتعمل فيه ايه لو نقلت عيد الميلاد؟ طب بعد 40 يوم من الميلاد في عيد في الكنيسة تاني. بعد 40 يوم من ميلاد المسيح، السيد المسيح راح فين؟ راح الهيكل.